تحضير أناناس مشوي ومكرمل مع الآيس كريم فانيلا. بدنا أناناس فريش يعني طازة، يعني مش معلم، مقشر ومقطع، ربع كوب من السكر البني من الكسيح، ربع أصبع زبدة أو بخاخ إذا عندك بتحبي بصير، معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، هذه لخلطة الأناناس. وللتقديم رح أقدمه مع آيس كريم فانيلا. هاي السمك صار جاهز بالشكل النهائي، وزي ما قلت لك الخضار سلقتها خلص، شممتها النار شوي، ما في داعي اخليها تضل تشوي بالفرن، اخسر القيمه الغذائيه الموجوده في البروكولي، اخسر النكهه الصح للجزر. هاي الخضار مسلوقه ومزبطه ومبهره وعالي العالي، تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هلا رح نجهز حالنا للاناناس. جبت حبين اناناس الصبح، قطعتهم واخذت منهم هدول القطع. اذا حبيتي تخلي المنطقه الوسطى منها بصير، يعني هذا إشي بيرجع لك، بس انا بحب شكلها. عندي الاكل ممكن انت تاخذي بيه السكين حواليها وتخلي الباقي. موضوع القرفه، بدنا قرفه مطحونه، بدنا كمان سكر بني من الكسيح. سكر البني خليني اورجيكي، شوفي على الستيشن قدامي، طلع في سكر بني بالسوق لونه فاتح، ما تشتري، مش زاكي وما بكرمل وما بعطيك الشغل صح. دائما اشتغل السكر اسمه سكر بني، لازم يكون بهذا اللون ولازم يكون حبيبات. بعدين السكر البني سهل انه يبرد. شو يعني يبرد؟ بيلزق ببعضه وبفقد نكهته شوي شوي. احفظه بالثلاجة؟ لا، بس بدك تحفظيه بإشي مغلق، يعني كيس الكسيح مثلا. ها ما رح نخسرهم، أنا عندي الستيشن نظيف ورح نستخدم اللي وقعوا هون في محكم الإغلاق. أجا ابني طال شغلة زاكية، طال علبة الشوكولات، دهن، أيا كان، وقع الكيس ما بيوقع منه ولا حبة. إذا مش بس ما بيوقع، كمان أنا ضمنت إنه ما في هوا يفوت على المنتج الغذائي من الداخل، فبالتالي داير بالي عليه. تحطيه بخزانة بعيدة عن الشمس، خزانة المونة، وأمورك إن شاء الله بالسليم. رح نجيب البولة اللي بدنا نشتغل فيها، برجع بقول رح استخدم النتفة اللي وقعت، رح احط معلقة صغيرة من القرفة. هلا القرفة إذا شمت ريحة النار القريبة اللي مثل الجريل بتمرمر، مش بس لون قوي، إذا بنخلي إيدنا خفيفة من القرفة حسب الكمية المستخدمة. وبدنا نجيب سكر بني المقدار اللي أعطيتك إياه للخلطة الصح. هلا السكر البني سكر، فشو رح يسوي؟ رح يرخي جزيئات السكر اللي فيه الحلى مع حرارة الغاز، مع القرفة حب يلزق. هلأ هو بلزق عليها لحبة الأناناس، بس لما أحطه على الغاز، هي أنا الجريل شغال ورح أعلي درجة حرارة الغاز. بدي تشوفي قدامك على درجة حرارة الغاز الأناناس بيرخي السوائل اللي فيه، ما هو فواكه، بتنزل السوائل، بتسحب معها شو؟ بتسحب معها السكر البني والقرفة. طب أنا كيف بدي أشوي؟ رح نشوي بعملية الكرمل اللي بتصير بأسفل الجريل. هلأ عندي حبة الأناناس، يا أما بتسيحي زبدة أو بتجيبي زبدة بخاخ من الكسيح، أنا هيك وهيك رح أعمل، تمام؟ فرح نبخها، كل هذا بنزل زيادة بنزل بالمقلاية، فلا تخافي. بخيتها أنا ببخاخ الكسيح، تمام؟ بعدين رح أجيبها عشان ألزق عليها الخلطة اللي أنا بدي أحطها على الأناناس، واللي هي سكر بني وقرفة. هلأ شو بصير؟ في محلات كتير بعد الحلى بحطوا لك اياها على المنيو، شو بيسوي؟ بشوحها مع زبده، وبعدين لما يجيب لك اياها وهي بالمقلاي او على الجريل بس برش عليها قرفه وسكر بني، بخافوا انه يضرب النكهه معاهم. فاحنا رح نسوي زي الصح، رح نعمل عليها هاي الطبقه هيها، تمام؟ رح نحملها على هذا بالطبقه ونروح فيها وين؟ على الجريل اللي درجه حرارته عاليه. شوفي هلأ شو رح يصير. بعدين رح أجيب شرحة زبدة واحدة، وبعدين بدك تطولي بالك في موضوع الشوي، اسمه شوي، إذا مش بدقيقتين بصير. رح نحط شرحة زبدة، نبلش إحنا شوي شوي لحتى على الجريل يشتغل شغله. رح نعمل كمان طبقة من التغطية بهالشكل، ونشوف شو رح يصير. أنا مجهزة أكيد، بس أنا بدي أورجيكي على الهواء عشان لما تطبقي بالبيت تدعيلي وتكوني مبسوطة من الوصفة، ما إشي يروح كباب لا سمح الله، تمام؟ رح نروح فيها على الجريل كمان مرة،
ما بدي تنحرق الزبدة، إذا أنا لازم أوزع درجة حرارة الجريل هالشكل. حتشمي ريحة خرافية. أحد الزملاء قبل شوي بيقول لي عم بحاول أصيد النكهة اللي بتعملي فيها، مش عارف شو عاملة أنت اليوم. فهي هاي نكهة الزبدة صراحة خرافية مع السكر البني والقرفة. هلأ شو بدي أسوي؟ رح أحركها، رح تصير تشوفي في شوية سائل في الجريل صار. طلعي هلأ هون سخن عندي الأناناس، شوي شوي رح ينزل السوائل الطبيعية الموجودة فيه ورح ياخد القرفة والأناناس معه. طب أنا كيف بدي أرجع أحط عليهم عشان أنا أشوفه زي اللي الشيف رح تورجيني إياه هلأ على الهواء؟ اللي زادت الخلطة بعد ما ينشوى ويخلص وتنشف مية الأناناس من الجريل رح نرش رش كرمال يعلق على الحبة ويرجع يكرمل عليها، وبعدين أنا لما أجي بأكلها رح أحس في النكهة. هلأ هذا صراحة في بعض الرحل بعد المشاوي ممكن تعملوها زي هيك على الشبك، بس نار الفحم بدها تكون هادية على الآخر. ممكن يطفي لأنه الأناناس رح ينزل السوائل. شايفة بلشت الأناناس، هي السائل طلع، بلشت السوائل تنزل، فكل اللي أنا حطيته على الأناناس راح في الشيء. فعشان يضل آخر إشي عند الشوي رح أنزل عليه رش من الخلطة اللي أنا عملتها. خليني أورجيكم شو الأناناس صار فيه. ليش بقولك كلي سخن؟ لأنه رح ياخد كل النكهات وتضل علقانة فيه، بتضل معلقة في حبة الأناناس من جوا. شايفين هذا السائل اللي نزل؟ هذا مية الأناناس الطبيعية، السكر الطبيعي اللي موجود بالأناناس. هل طعمه أناناس طبيعي؟ لا، أناناس فيه حلاوة ولسعة تدخين بسبب وجود الزبدة اللي عليه، وأنا حطيته على الجريل. شايفة شرحات الجريل؟ فبدك تطولي بالك عليه، لازم ياخذ هذا اللون. إذا هو بده وقت، فهيك لسه هو ني، لازم ياخذ هذا الشكل، شكل الأناناس المشوي. أنا بتمنى تجربوها لأنها صراحة عالم آخر من أنواع الحلا والنكهات الكتير طيبة مو شوي. خلينا نجهز مكاننا لتحضير الطبق، وهي أنتوا عم تشوفوا مع الزملاء على الهواء مباشرة. بس برجع بقول لك سخن، كلي سخن من المقلاية. سلام. شايفة بلش يتكرمل معاي السكر البني. ما عندي سكر بني يا شيف، بدي أجيب سكر أبيض، بصير بس قلل الكمية وكمان رح يغير اللون، فيعني نوعا ما مش غالي السكر البني. منتجات الكسيح موجودة بكل مكان، متوفرة للجميع، أسعارها منطقية جدا جدا، مو شوي يعني، بعيدا عن المبالغة بالوصف بس فعلا جدا منطقية بالنسبة كمنتج. وإحنا مش دائما بنستخدمه بس كتير بفرق معك بالشغل كتير. طبعا درجة حرارة الغاز ده تكون عالية عشان إحنا عم نعمل تشك للمادة الغذائية، عم نعملها ضربة بدرجة حرارة الغاز عشان أسحب السوائل بسرعة وأستوي بسرعة. هلأ كل ما أنت هديت الغاز كل ما صار بنطبخ طبخ، فبصير زيه زي المسلوق. تمام. هلأ هون أنا شو بدي أسوي؟ بدي أجهز التقديم. صباح الخير يا إبراهيم. صباح الخير يا شيخ. يا هلا وميت مرحبا. شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ أنا منيح الحمد لله رضا. والله ما شاء الله، والله طبخاتك زاكي. الله يسعدك يا إبراهيم، كيف أمورك أنت وكيف الأهل؟ وحاب أبارك في التوجيه لبنت عمتي أم مؤيد. يا ريت، ألف مبروك. ألف مبروك، مبارك. الله يعافيك يا شيخ. الله يسعدك، طول عمرك. اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم وصباحك سعيد. انا جبت ايس كريم فانيلا. لما بنقول فانيلا اذا احنا عم نحكي عن ايس كريم تقريبا نكهته ساده، ما فيه اي نوع من انواع الاضافات نهائيا. وصراحه صراحه صراحه جيبي نوع ايس كريم زاكي عشان يفرق معاكي بالطعم. فبتاخدي معلقه، بنجيب حبه الاناناس بنحط عليها سكوب ايس كريم فانيلا، بنحط عليها سيرب كراميل، وبنقدمها للزبون بصحن فخار له هيك شكل معين. تمام. يا سلام، شايفه هذا الشوي؟ هذا هو اللون، فلا تقلقي. هلا هون انا بقلبها، شايفه بهدي النار بتركها مكانها، ما بقرب عليها عشان ما أنزل سوائل الأناناس منه.
رح نشتغل على موضوع التقديم ونصبح على كل شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني، الله يعطيهم الصحة والعافية دائما وإن شاء الله بالطليعة بكل الأحوال. أنا جبت أنصاف حبة أناناس، تمام، حطيت شرحة اللي هي من الكعب ورح أقدمها زي هيك، نحط فيها الأناناس المشوي عليها آيس كريم إلى آخره، بما أني أنا عاملة كمية. وخلينا نقول أنا عندي ضيوف بالبيت وبدي أقدم كمية، مش صحن لفرد واحد، تمام هالشكل. أوكي رح نقدم الأناناس. بسم الله، يعني شايف الحب رقيقة بإيدي، مبين إنه مستوي مشوي مش ني، وهذا إشي كتير مهم بالموضوع. حطيته على ورق الزبدة لأنه رح يكون يلزق، ما تنسي إنه مكرمل مع زبدة وسكر بني. أوكي أكيد بدنا نبسطهم عشان كله ياخذ نكهة آيس كريم. طبعا هو للتقديم الصح يكون الاناناس سخن، الايس كريم بارد على الاخر متلج من الفريزر، سيرب كراميل، وفينا كمان نحط سيرب البانكيك تبع الكسيل. انا جربته وزاكي بصراحه الكراميل احلى من ناحيه الحلاوه، حلو حلو غير شكل الكراميل. ولكن انا علي اعمل لك الاشي على اصوله، بعدين هذا موضوع البدائل انت حره فيه، ايش يقدرش عليك. هلا اللي راح يصير المفروض الاناناس يكون بغلغل سخن من الجريل، لما انا بحط سكوب الايس كريم فانيلا راح تبلش بالضبط تسيح، فالك انك تتخيلي النكهه. ممكن تحطي اي نوع من انواع النتس، المكسرات، كاجو، بندق الى اخره، بس انا دائما بحب مع الفواكه المشويه اخلط نوع من انواع البيريز عشان اخذ الحموضة بتاعت التوت البري المستورد. ولكن هاي أمور أكيد بتضل يعني لها أذواق خاصة عند الستات، وكل ست بترسم صحنها أكيد حسب هيك اللي بجول في بالها وخاطرها، فبتلاقيها بتبدع أكيد أكثر من أي شف. فأنا رح نحط بهالشكل، تمام، وبعدين رح نستعين بأوراق النعنع. ولو خطفنا لقمة من ورقة النعناع مع الأناناس رح تشعري بنكهات هيك طبيعية منعشة جدا، مو شوي. بكل بساطة وهيك بصير طبقنا جاهز بالشكل النهائي، وقدرنا نعمل نوعا ما يعني إشي قد يكون مغاير عن المعتاد، كسرنا الروتين، عملنا تحلاية. خلينا نقول سريعة، أنا دائما بيهمني موضوع الوقت وإدارة الوقت في البيت، في بالشغل، بالسيارة، بالمكتب، أيا كان. أكثر الناس نجاحا في حياتهم هم الناس المنظمين من ناحية الوقت، هم أكثر ناس. فدائما احرصوا على تنظيم وقتكم، تشوفوا كيف الحياة بتصير معاكم غير شكل. راح نحط كمان ورقة نعنع على الجهة الثانية عشان يكون في عندي هيك توازن بتوزيع الألوان، بالإضافة ل
طريقة التقديم. رح نحمل صحننا حمل من مكانه لأني أنا هون عندي البورد كله صار كراميل نوعا ما. ممكن نستخدم إحنا الحرنكاش بس جهة الآيس كريم بس عشان إحنا نعطي الشكل العشوائي بهالطريقة عشان ما يكون الآيس كريم عندي مكانه صامت يعني ما إلوش أي ديكور يخطف النظر. فعادة ممكن نخطفها بألوان الفواكه وممكن نخطف الزاوية البصرية باستخدام النفس المكسرات، وإذا كانت مكسرات ممكن تحطي جرانولا بزبط ليش لا، هيك بتصير وصفتنا جاهزة بنقدمها للناس الطيبة. ويعني نوعا ما في عندي انسجام بتوزيع الألوان وصحة وهنا على قلبكم إن شاء الله. أتمنى تجربوها. أنا حطيت لكم السيرب لبانكيك من الكسيح. الحلو إنه في أنواع سيرب بالسوق مزعجة حلاوتها مزعجة، وفي أنواع خليني أحط لكم تشوفوا القوام، في أنواع كمان بتكون تقيلة وفي أنواع خفيفة. هو شوفي صراحة طلع كيف قوامه ولونه وخفيف وبيحلي، أنا بحبه من عند الكسيح البانكيك سيروب. فممكن تستبدلي بدل الكراميل، نعم ممكن، يعني هذا أمور شخصية. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم وصارت جاهزة لنقدمها للناس الطيبة والغوالي والحبايب بكل صحة وهنا وسعادة ورواء. إن شاء الله بتاكلوها بالهنا والعافية وتمدوا دائما اللقمة الطيبة بالهنا والسعادة وراحة البال. ديروا بالكم على حالكم. سوينا اليوم للتذكير فيلي سمك سالمون مع الهاني ماستر صوص وشوية خضار بالإضافة للفانيلا آيس كريم مع الأناناس الفريش المشوي مع شوية كراميل سيروب. جربوهم إن شاء الله أموركم بتكون دائما طيبة، وصفاتنا بتنال على إعجابكم ورضاكم. غدا إن شاء الله بمطبخنا جاي على بالي أسوي فيلم بكبدة الجاج بس لسه ما كملت معاي الفكرة. خلينا نشوف شو بكرة ممكن يطلع معانا. بالأول وبالآخر اللي بيعطينا الأفكار وهيك عن جد بيسوقني في مود الطبخ هو أنتوا بالأول وبالآخر. فأي إشي في بالكم شاركونا فيه وأنا قدر المستطاع بحاول ألبي كل طلباتكم. إن شاء الله بنشوفكم على خير وسلامة بكرة إن شاء الله. باي باي.